ايه ده؟ ده جروب على الفيسبوك عليه كل اهلك. وده جبتيه منين ده؟ بتقللي من خبرتي كستاكر؟ لقيت كل قرايبك اللي موجودين في القاهره على الجروب ده، فعزمتهم على خطوبتك. انت سو اكسايتد انك هتتجوزي كمان، مش عايزه اقول لك. انت عزمتهم على خطوبتي وكمان قلت لهم هتجوز مين؟ مش انت قلتي ان انت ما عندكيش وقت تعملي حاجه، فانا قلت ان انا اساعدك. انا ما طلبتش منك تساعديني وما طلبتش منك تعزمي حد. مش انت عروسه وخطوبتك وكده، فالمفروض ان انا اكون مهتمه يعني. ده مش اهتمام، دي حركات مراهقين، وانت طول عمرك بتتصرفي بالطريقه دي. انا يا داليا؟ ايوه انت طول عمرك بتعمليه اللي يجي على دماغك من غير ما تفكري اذا كان اللي حواليكي عايزينه ولا لا. بس احنا طبعا لازم نتقبل عشان استاذه لنا هانم المدلعه عايزه كده، وده اللي بوظ علاقتك بمعتز ومنير. على فكره المشكله مش عندهم، المشكله عندك انت. داليا قرايبك اعتذروا مش هيجوا كده، مبسوطه؟ لا مش مبسوطه، يعني انا اساسا ما عزمتهمش، هما بقى يتنططوا عليا وما يجوش. انا قلت ان انت هتنبسطي. ايه اللي يبسطني في كده؟ لو سمحتي يا لنا ارجوكي ما تحاوليش تبسطيني، لان كل مره بتحاولي بتفشلي، فهمتي؟ اصحابي بتوع المكتب جم، هروح اسلم عليهم. سوري لنا معلش مش قصدي. ديلك هدية هتعجبك موت. ميرسي يا طنط، متشكرة قوي، تعبتي نفسك. ازاي بقى؟ ده هنبقى عيلة، أنا زي مامتك. آه طبعًا طبعًا أكيد. طيب أنا عن إذنكم هروح أشوف المعازيم. داليا انتي كويسة؟ أنا آسفة يا لنا، آسفة جدا، كنت سخيفة قوي معاكي، بس صدقيني أنا عصبيتي دي كلها بخبي بيها التوتر اللي جوايا. أنا مش عايزة كل ده، مش عايزة خطوبة ومش عايزة فرح، مش عايزة أتجوز كمال. أنا بحبه بس مش عايزة أتجوزه. انتي فاهمة حاجة؟ فاهماكي، بس الخوف ده شوية وهيروح. ما تخليش أي حاجة تقف قدام حبك يا كمال يا داليا، من فضلك.